كيفية متابعة الأصدقاء ودعوتهم على ثريدز؟ مرحبا بكم أصدقائي، إن كنت تريد دعوة أصدقائك على ثريدز أو متابعتهم، المرجو أولا الذهاب إلى ثريدز، ثم الذهاب إلى حسابك هنا من خلال الضغط على هذه الأيقونة، ثم الذهاب إلى هذه الأيقونة هنا والضغط عليها، ثم هنا ستجد متابعة الأصدقاء ودعوتهم، ستضغط عليها وهنا ستختار أما من الإنستغرام أو من خلال الواتساب أو من خلال SMS أو يعني رسالة، إرسال رسالة أو دعوة الأصدقاء بالبريد الإلكتروني أو من خلال مجموعة من الخاصيات الأخرى التي هي موجودة على هاتفك. يمكنك أيضا نسخ رابطك على تريدز أو رابط المستخدم الخاص بك على تريدز من خلال هذه الأيقونة هنا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وعمل لايك للفيديو، وشكرا.